وخلال كلمته في حفل التنصيب، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي دعم مصر للجهود الوطنية للصومال لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلم والأمن والقضاء على الإرهاب، داعيا الدول الشقيقة لدعم ومساندة الصومال في مواجهة التحديات، ذلك من أجل تحقيق الازدهار وتطلعات شعبه. أنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود بتولي رئاسة جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، والتمنيات لسيادته بالتوفيق والنجاح لقيادة مسيرة الصومال الجديد، وهي الخطوة الهامة في صعيد تعزيز الاستقرار بالصومال. فخامة الرئيس والسادة الحضور، إن العلاقات المصرية الصومالية علاقات استراتيجية وتاريخية ممتدة عبر العصور، حيث كانت مصر في طليعة الدول التي اعترفت باستقلال الصومال عام 1960، ولا يزال يذكر بكل تقدير اسم الشهيد المصري كمال الدين صلاح مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال، والذي دفع حياته عام 1957 ثمنا لجهوده من أجل حصول الصومال على استقلاله والحفاظ على وحدته.